الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول في أعقاب طرح رؤية 2030 إن طرح أرامكو الأولي وتحويلها إلى شركة قابضة سيجذب رؤوس أموال جديدة، الأمر الذي سيساعد على تنويع موارد اقتصاد المملكة. ازدهار قطاع السياحة في دبي ينعكس إيجابا على أرباح إعمار مولز التي نمت ب 22% خلال الربع الأول إلى 144 مليون دولار لتأتي أفضل من التوقعات. ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق إلى مستوى قياسي منذ إبريل الحالي. أرباح شركة الاتصالات المتكاملة دو الإماراتية للربع الأول تفوق التوقعات رغم تراجعها لتسجل 480 مليون درهم. بريتش بتروليوم تؤكد استمرارها في برنامجها لخفض الإنفاق بعد أن كشفت عن تراجع أرباحها بأكثر من 80% في الربع الأول من العام.